في خطى المشي الى الصلاه المسجد القريب في البيت من البيت ام المسجد البعيد عن البيت؟ اذا كان المسجد القريب مستقيم وجماعته مستقيمه فكنا بعد افضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعظم الناس في الصلاه اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى. فاذا كان المسجد ابعد فهو افضل. اذا كان ذهابه الى المسجد البعيد لا يضر المسجد القريب ولا يعطل جماعته ولا يحصل به شر عليه فلا باس. اذا بالبعيد لاجل الخطى كثره الخطى.